سمعت أغنية حق أمي وراح أغنيها بعد. لا سالم الله يخليك، مو ناقصين صوتك الخايس، بروحك مطيح الكيكة وما في شي نعطيه حق أمي مع الهدية. قريبة، ما حد قالك كل عام وانتي بخير؟ انا وايد متضايقة، ما توقعت ما حد راح يذكرني، بس يلا مو مشكلة، انا مسامع عيالي اكيد نسوا. يبا سالم، شو رايكم نسوي اليوم مفاجأة حق امي؟ شنو المناسبة يا سناء؟ شفيك سالم؟ اليوم عيد الأم. فكرتك حلوة يا سناء، ما شاء الله عليك، دايما تفكرين عدل. اوكي سناء، أنا موافق، بس شنو نسوي بالضبط؟ نشتري هدية حق أمي ونطلب لها كيكة مع ورد. بس ها، أهم شي إن أمكم ما تدري. إن شاء الله يبا. إن شاء الله يبا. سناء روحي شيكي على أمك فوق، قاعدة ولا نايمة؟ عشان إذا نايمة نروح على طول وما تحس فينا. أوكي يبا، الحين أبي أروح أشوف أمي. يبا أنا رحت شفت أمي فوق، بس هي ما شافتني، وأتوقع بعد إنها ما حست فيني. شو رأيك نروح الحين؟ قبل ما تقعد أمي وتنزل وتحس فينا. إيه يبا صح، عشان ما تدرفين إن بنروح. يلا عيل يا يبا، امشوا شوي شوي لا تسمعكم. هلا أحمد. إيه أنا أسمعك، شنو تبي؟ لا اليوم أنا ما أقدر أطلع، بنسوي عيد الأم حق أمي. إيه اليوم عيد الأم، أنا سناء قالت لي قبل شوية، والحين راح نروح السوق انا وسنا وابوي نشتري لها هديه. وانت بعد راح تسوي؟ اوكي يا احمد، مع السلامه. يلا سالم، ابوي ناطرنا تحت، بسرعه امش لا نتاخر عليه. ها سنا، وين رايحين انت وابوك وسالم؟ ها؟ لا لا يما ما في شي، لا انا وابوي عندنا شغل شوية بنرد. شنو الشغل هذا اللي انا ما ادري عنه؟ لا يما صدقيني ولا شي، احنا ما نبي نسوي لك ولا شي. يلا سالم، ابوي ناطرنا لا نتأخر. سالم دير بالك لا توضح شي حق امي، انا اعرفك انت كل شي تقوله. لا سناء، أنا راح أنتبه وما راح أقول حق أمه شي. أتمنى يعني إنك ما تقول حق أمه شي. أنا مستغربة، يطلعون ويخلوني بالبيت بروحي، وفوق هذا كله ما يقولون لي وين رايحين. وأسأل سناء تقول لي عندي شغل مع أبوي. بس يلا يلا مو مشكلة، أنا مسامحتهم دام ما في أحد بالبيت وأنا قاعدة بروحي. خلنا ندق على مسعود رفيجتي واسولف معاها شوي. الو، هلا مسعود، هلا حبيبتي، شلونك؟ انا الحمد لله زينه، ان شاء الله ما ازعجتك. مشغوله؟ ها قاعده مع عيالك مسوي لك عيد الام؟ يلا اوكي اوكي حبيبتي، انا خليك معاهم، مع السلامة. يا ربي الحين كلهم مع عيالهم بس انا قاعدة بروحي بالبيت. خل ادق على مها وسولف معاها شوية. الو، هلا ريم، هلا حبيبتي، امك وين؟ مو موجودة بالبيت؟ ضالعة؟ خلاص ماشي، إذا جت قول
قولي لها أم سالم دقت عليك تسأل عنك. مع السلامة. عيل ماكو إلا طالع تلفزيون. خلنا أشوف المسلسل حلو وأشوفه. النشرة ظهيرة من هلا معلاء. شنو هذا؟ التلفزيون كله ملل. اليوم ليش ما في شيء يونس بالبيت؟ أنا ما أكل، أسوي لي قهوة. خل أتيك على المطعم أطلب حق أمي كيكة، راح تعجب فيها وايد. ألو، السلام عليكم. أنا أبي أطلب كيكة حق أمي عشان عيد الأم. إيه، وأكتب عليها كل عام وأنتي بخير، ماما سعيدة. أوكي، تبي العنوان؟ ها سناء، سويت يبا، طلبتي كيكة؟ يبا، طلبت كيكة وقلت له يكتب عليها كل عام وأنتي بخير، ماما سعيدة. ما شاء الله عليك يا سناء، والله إنك تعرفين تتصرفين. مشكور يبا. شكل هذا المطعم مصن. سالم روح بطل الباب. ليه سناء؟ شنو طالبة من المطعم؟ طالبة كيكة حق أمي. السلام عليكم، دوت منزل أستاذ سعيد. عليكم السلام، وين الكيكة؟ ما ينفعش أديك الكيكة دلوقتي، لازم تديني الفلوس أول. ليش؟ أنا بشوف شكل الكيكة، حلوة ولا خايسة؟ لا يا ابني، ما تقولش على النعمة كده. زين زين، أنا روح أجيبلك الفلوس وأرجع. يبا، المطعم يقول لازم تعطيني الفلوس أول وبعدين أعطيك الكيكة. أيوة يبا ماشي، أنا الحين أعطيك الفلوس. يا ربي، أنا طيحت الكيكة الحين وقطيتها بزبالة. شنو راح نقول حق أبوي بسناء؟ أكيد راح يهوشوني وايد. يا ربي، شنو راح أسوي؟ لقيتها، أقول لهم السايق أكل الكيكة وهو جاي يوصلها لبيتنا. سالم، عيل وين الكيكة؟ ليش ما عطاك إياها السايق؟ سناء، الكيكة السايق أكلها، يقول وهو جاي البيت كان يعان وأكل الكيكة. شنو سالم؟ شلون وهو جاي البيت أكل الكيكة؟ ما يصير. إيه يبا، وهو جاي البيت أكل الكيكة. عيل وين الفلوس؟ ها؟ الفلوس؟ أنا أعطيت إياهم عشان يطلب أكل من المطعم لأنه كان يعان. سناء يبا، دقي على المطعم وسألي وين الكيكة. إن شاء الله يبا، أنا الحين بدق عليه وأسأله. ألو، السلام عليكم، أنا كنت طالبة كيكة مكتوب عليها كل عام وانتي بخير ماما سعيدة، بس انت ما عطيت حق سالم الكيكة، ها؟ سالم ضيعها بالأرض؟ أوكي خلاص، مع السلامة. يبا، السايق يقول إنه هو عطى الكيكة حق سالم وسالم ضيعها بالأرض. أنا متأكد إن السايق أكل الكيكة. سالم، ليش تكذب؟ بعدين السايق ما يصير ياكل الكيكة، انا متأكد انك مضيعها. اي يبا صح صح، خلاص انا مضيح الكيكة والسايق ما اكل شيء. يا ربي، شنو بنسوي الحين؟ سالم دايما يخربها. انا لو ادري كان ما خليتك تاخذ الكيكة، وانا اطلع حق المطعم واخذها. يلا سناء، مو مشكلة يبا، روح اجيبي الهدية وحطي الورد معاه. ان شاء الله يبا. أنا بحط أغنية حق أمي وراح أغنيها بعد. لا سالم، الله يخليك، مو ناقصين صوتك الخايس، بروحك مطيح الكيكة وما في شيء نعطيه حق أمي مع الهدية. يبا، تهجى أمي راح تعجبها الهدية؟ إيه سناء، إن شاء الله أمش راح تعجبها الهدية. ويلا سالم، روح ناتها الحين على ما نذهب لك الأغنية. أوكي يبا. يما تعالي تحت، نبيك بسرعة ضروري.
ليش سالم؟ ترى أنا ما لي خلق. يما صدقيني ضروري ضروري وايد ضروري. ولا إن شاء الله يلا أنا الحين أنزل. الله شنو هذا؟ حق منو هذه الهدية والورد الحلو؟ كل عام وانت بخير يا ام سالم، هذه بمناسبة عيد الام. عام وانت بخير يما، ان شاء الله راح تعجبك الهدية. وانت بخير يما. وانتو بخير يا رب، مشكورين ما قصرتوا. عاد تصدقون انا عبالي نسيتوني ولا احد راح يقول لي كل عام وانت بخير. مشكورين وايد ونستوني. عجبتك الهدية يما؟ ايه يا سناء، مشكورين مشكورين وايد ونستوني.